أكثر من 18700 وحدة سكنية بمختلف السياغ والبرامج استفاد منها ساكنة البلديات 36 لولاية الجلفة، سكنات تم إنجازها لتلبية الطلب المتزايد عليها، ليتصدر السكن الريفي السياغ ب 11462 مقرر إعانة بعد قرار رئيس الجمهورية برفع حصة الولاية في هذه الصيغة إلى 15000 وحدة سكنية. 15 سنة داير ملف والحمد لله يا ربي فرج ربي من إعانة مالية تعريفي وكثر خير دولة. انتظرنا مدة طويلة للاستيفاء للسكن والحمد لله. لحظة انتظار وترقب لاستلام مفاتيح السكنات ومقررات الاستفادة، ثم فرحة وافتخار بهذه الإنجازات والمكاسب في الجزائر الجديدة التي ستضمن العيش الكريم للمواطن. استفدنا ثاني من المساكنات الاجتماعية، هنا السكنات الاجتماعية وعطاونا المفتاح هاوين، وبارك الله في الجميع، المجد والخلود للشهداء الأبرار. الشعور يعني جد فياض، الحمد لله يا ربي، ربي يفتح كما يقولوا، ربي نسر الأمور. في إطار البرنامج التكميلي استفادت الولاية ببرنامج ضخم أيضا يقدر ب 15000 وحدة سكنية في السكن الريفي، 4000 سكن عمومي يعني إيجاري، وأيضا 4832 قطعة أرض في إطار التجزئات الاجتماعية. في هذا البرنامج الذي سوف يعني تستفيد به الساكن اليوم، عندنا ما يفوق 48 يعني مرفق عمومي من ابتدائيات ومتوسطات وتجزئات، دون أن ننسى المبالغ المالية التي أرصدت الولاية للتكفل بكل أشغال التهيئة. فمسيرة البناء والتشييد في كنف الجزائر الجديدة متواصلة، وإنجاز المزيد من الوحدات والأقطاب السكنية وتوزيعها على مستحقيها مستمرة، والهدف بعد توفير هذه السكنات هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن نحو الأفضل.